بسم الله الرحمن الرحيم. Anatomy of the spinal cord. طبعا احنا كلنا اكيد طبعا من دراساتنا السابقه يا جماعه خدنا البرتبرا كولم وعرفنا ان بوستيرو تو ذا بادي اوف ذا فيرتبري في كانال ماشيه جوه الفيرتبرا كولم بتاعك اسمها فيرتبرال كانال. الفيرتبرا كانال دي يا جماعه الابر تو سيرد بتاعها مليان بالاستراكشر الحيوي قوي اللي اسمه سباينال كورد. فالسباينال كورد يا جماعه موجود في الابر تو سيرد اوف ذا فيرتبرال كانال. عشان كده يا ترى ايه اللينس بتاع السباينال كورد؟ بيقال ان الافرج لينس اوف سباينال كورد 45 سنتيمتر. بس انا خصوصا مش قابل الكلام ده هون لان بيني وبينك الفيرتبرال كولم في واحد قصير كده زينا زي واحد من بتوع السله اللي انتوا بتشوفوهم دول ال 2 متر مش عارف هو كام سنتي وتقول لي افريج 45. لا طبعا الصراحه طبعا هو يا جماعه اللي يقال ستاندر ان احنا اوكيوباينج ذا ابر تو سير اوف ذا فيرتبرال كانال وده يقال ان هو يخلي دايما السباينال كورد شورتر ذان ذا فيرتبرال كانال باباوت 25 سنتيمتر. يعني طول السباينال كورد اقل من الفيرتبرال كانال ب 25 سنتيمتر. وعشان كمان كل واحد بقى هو طوله. فواحد مثلا عنده الفيرتبرال كانال حاجه بتاع مثلا متر و20 سنتيمتر. لا ده يبقى خد منهم ال 25 سنتي ويبقى ده طوله كذا وهتبقى اكتر من 45 بكتير. يا ترى السبانال كورد ده بينتهي فين وبيبتدي فين؟ السبانال كورد بتاعنا البيجيننج بتاعه الفورمن الشهير في السكال. سمعتوا عن فورمن في السكال اسمه فورمن ماجنم. الفورمن ماجنم ده يا جماعه بيعدي فيه اللور اند اوف ميدالا اوبلونجاتا اللي هي اخر جزء في البرينستم وبينتهي الميدالا اوبلونجاتا دي عند اللور بوردر اوف ذا فورمن ماجنم. انتهى اللور بوردر اوف فورمن ماجنم انتهت المضله والونجات عند اللور بوردر فورم ماجنم وتروح مكمله لك بقى في السي ان اس يكمل لك في الفيرتبرال كانال از ذا سباينال كورد. ذا سباينال كورد بيجينز ات ذا لور بوردر اوف فورم ماجنم از ا كونتينيويشن تو مضله اوبلونجات. بينزل بقى السباينال كورد انسايد ذا فيرتبرال كانال عشان ينتهي فين؟ في الادلت لايف اللور اند اوف سباينال كورد بينتهي عند الديسك بين ال1 اند ال2 فيرتبرا. ديسك بين ال1 اند ال2 فيرتبرا. ذا لور اند اوف سباينال كورد از كونيكال ان شيب. عشان كده اللور اند ده بيتقال عليه كونس ميدلارس. كونس جاي من كونيكال. فالكونس ميدلارس ده اللي هو اللور اند اوف ذا سباينال كورد بينتهي ات ذا ديسك بتوين ال1 اند ال2 فيرتبرا. يا ترى هل يا ترى في كل الاعمار بينتهي السباينال كورد عند الليفل اوف ذا ديسك بتوين ال1 اند ال2؟ لا حسب بقى. نبتدي الحكايه من البدايه. وانت مقصوف رقبه كان سنك 3 مانثز انترا يوتراين. 3 مانثز انترا يوتراين. كان منظرك عامل ازاي؟
مش عارف ينزل ليه. اه انت عملته بي اف دي خلاص.